السلام عليكم يا البنات، جسباك فوز علي بيان. رجعت لكم فيديو جديده باذن الله تعالى. في هذا الفيديو اني حنعت لكم هذا البرودوي تاع ذا اورديناري، حنعت لكم عليه بالتفصيل، ندير لكم بزاف معلومات. وحذاري حذاري، حندير لكم واحد المعلومات لازم عليكم انكم تتبعوهم وتاخذوا واش انا هدر لكم بعين الاعتبار. اللي عجبت هذا الفيديو ما تنساش تعملي بيشام واشتراك، واللي حب لكش حاجه قولوا لي في لي كومونتير. تبعوا معايا باسكو حندير لكم بزاف حوايج. اسمحوا لي برك خياتي على الصوت تاعي باسكو سوي انغومي، لكن راني نحاول ماكسيموم بوسيبل اني نهضر لكم باش تفهموني. وعلاش انا في لاغام كومبليت جبت لكم هذا تاع بيورين سولوشن؟ شوفوا، باسكو بزاف في لي كومونتير يسقسيوني على التقشير، اللي عندهم بزاف تصبغات، المشاكل تاعهم الشباب يتلقاو مام يعانيو من لي تاش اللي يكونوا مام قدم تلقاوهم من الكلف. ولا جبت لكم مقشر بزاف مليح هنايا، فيه منافع وفيه مضر، حنهضر لكم بكل شفافيه. المنافع تاعو حيساعد لابو تاعكم على انها تتقشر. هنا هذا المقشر لازم تحذروا تحذروا تحذروا، لازم عليكم انكم ديروه ماكسيموم 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 10 دقائق، ما تزيدوش من فوق 10 دقائق. قولوا نورمال لابو تاعي تتحمل اكثر، امبوسيبل لابو تاع الانسان تقدر تحمل اكثر، حطوها في بالكم داكوغ. بالعكس، لا بروميير فوا ابليكيو 5 دقائق، دوزيام فوا تقدروا تابليكيو حتى 7 دقائق، وتعودوا تزيدوا بالعقل بالعقل، ما ديروش لابو تاعكم ان شوك. وزيد كيما قلت لكم مليح يكون اللي عندها تقشر البشره تاعها، عندها لي تاش، عندها لي سيكاتريس، ميم يكونوا قدم ولا الكلف، ولا وحده اللي حابه تقشر لابو تاعها، تستعملوه داكوغ تستعملوه. لكن كيما قلت لكم استعمال ماكسيموم 10 دقائق. وعلاش؟ باسكو هنايا فيه الاحماض، فيه احماض بتركيز عالي. هاوليك هنايا اصلا كي تشوفوا هنا تحت تلقاو بتركيز عالي ال AHA او 30%، و لو BHA راهو 2%، يعني التركيز هنا راهي عاليه شويه. وهنايا واش صنوع بصوا تاع عنده الاحماض تاع الفواكه، يساعد على انه يقشر لكم الطبقه اللي تكون اون كونتاكت مع لابو، بلوتو مع الشمس، حيقشرها لكم. بما يعني لابو تاعكم حتولي تري سونسيبل، هذا هي الحاجه العيانه فيه. لابو تاعكم تولي تري تري سونسيبل، يعني لازم انكم تابليكيو ان اكرون توتال كي تخرجوا لبرا، كي يكون عندكم ان كونتاكت مع الشمس لازم ديروا اكرون توتال، وتكون لا كوفر يعني لا كوفرتور تاعو قويه. وراح نهضر لكم على الحوايج الملاح فيه من اول استعمال. راح تروماركيو بلي كلابو تاعكم صفات صفات صفات، يعني الى درجه ما تقدروش تتصوروها، راح تصفى. ولازم تستعملوه في الليل، ما تستعملوهش في النهار. يلفو ايفيتي، انا نقول لكم سي تري تري دونجورو انكم تستعملوه في النهار، بالعكس استعملوه في الليل. شوفوا طريقه الاستعمال، اغسلوا البشره تاعكم، اغسلوها ومن بعد مسحو جفوا بيان لابو تاعكم كيما قلت لكم بلو جيلي طويو تاعكم، بلا بغوص لي مولفات تستعملوها، غسلوا بحركه عكس عقارب الساعه. من بعد نشفوها تري تري بيان، ومن بعد استعملوا اون بتيت كونتيتي منو، اي جايه هاد لا بيبيت معاه، يعني تجبدوا شويه وتستعملوه، وتستعملوه على كامل البشره تاعكم. اعتذر، تستعملوه على كامل البشره تاعكم. من بعد دخلوه بيان، يعني وراح تلقاو واش يقولوا هذا الماسك، ماسك الدموي. وعلاش؟ باسكو لابو تاعكم حتلقاوها حمراء، يعني مام هذيك الحموريه لازم تكوفري لكم كاع البشره تاعكم. لكن ايفيتيو ما حول العين، يعني ما حول العين ما ديروهش، مام كي تروحوا تغسلوا ننصحكم انكم تغسلوا بطرشونه ولا بون سيرفيات تكون سبيسيال الفيزاج تاعكم. يعني موالفا نعت لكم لي سيرفيات اللي تستعملوهم، استعملوا هذا النوع من لي سيرفييت، راني نصحتكم بهم. استعملوا هذا النوع من لي سيرفييت ومسحوا البشره تاعكم، يعني شمخوها ومسحوا، كل ما تشمخوا امسحوا، كل ما تشمخوا امسحوا. وحاجه اخرى ثاني، كي تمسحوا بهذه لازم ما تعقبوش على ما حول العين، باسكو تقولوا ما حاش ياثر، لكن هو ياثر. ولازم عليكم انكم تمسحوا تري تري بيان لابو تاعكم باش لي في هذاك اسيد يروح. راح تروماركيو بلي كلابو تاعكم صفات، صفا لكم تري تري بيان. هنا كي تجيبوا حاجه بيان سور تجيبوا حاجه تكون اوريجينال، ما تجيبوش حوايج يكونوا الفيك تاعهم. ولا هنايا ماما انا هذا كي شريته ما فاش شريته، يعني شريته من عند كوزميتيك كونفيونس، على بالي بلي كيبيعوا حاجه مليحه. انا هذا مصنوع كي رحت قريت في لابواط تاعو، هذا اصلا الخي تاعو هذا لقيته مصنوع في كندا. هاوليك هاوليك، هنايا لي فابريكي في كندا.
وكندا. وبعد الغسل يعني بعد ما تغسلوا البشره تاعكم وتجففوها تري تري بيان، لازم عليكم ديروا ترطيب. انا اي ترطيب عندكم ليسونسيال ترطبوا البشره تاعكم، وعودوا رطبوها ديما، يعني ترطيب يكون دائم. هذا تقدروا تستعملوه من مره الى مرتين في الاسبوع لا اكثر، ولمده لا تتعدى 10 دقائق. راني نقول لكم والعاود باسكو حاجه فريمون فريمون بزاف تري تري دونجوروز. اللي عجبتها خياتي هاد الفيديو ما تنساش تدعمني بجيم واشتراك، واللي حبت كاش حاجه قولوا لي في لي كومونتير، باسكو لي فيديو اللي نديرهم على حسب الطلبات تاعكم. ومع السلامه. هاد لاماك دارت بزاف من لي برودوي ولا بزاف من السيرومات، وكل سيروم عنده فوائد تاعو. كيما هاد السيروم عباره عن مقشر، من التحت مكتوب مقشر يعني محلول مقشر يساعد على تنظيف البشره. وحده اللي يحب تنظف المسامات تاع البشره تاعها راح يهنيك من الرؤوس السوداء، هذوك الرؤوس ما هذوك البيضاء، التسبغات، لي سيكاتريس، الاثار تاع الشباب، باسكو عنده تركيز تاع احمر الفواكه، يساعدوا مليح على تنقيه البشره وتنظيف البشره معمقا. كاين تاني سيرومات اللي خاصه بالبشره الجافه، كاين اللي خاصين بالبشره الدهنيه. والمقشر هذا بالذات وحده اللي عندها حب الشباب راح ترو ماركي بلي حب الشباب هذاك او ينقص وماوش يعاود يخرج لها، باسكو لا بوتاعها راهي تتصفى وتساعد على انه المسامه تاع الانسان يعودوا يشدوا شويه لوحديهم. يعني حيساعد وحده اللي عندها خاصه المسامات تاعها مفتوحه بزاف، راح يساعدها على انه المسامات تاعها يعودوا يتلموا. أعتذر مرة أخرى على صوتي، ومع السلامة.